فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: بعد الأذان، بعد الانتهاء من الأذان وبعد الانتهاء من الإقامة، بعضهم يقول حقا وأبدا وصدقا لا إله إلا الله، فهل هذا مشروع؟ هو غير وارد، لكنه يعني اجتهاد منه، هذا اجتهاد منه، ولعل الله يثيبه على هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.